ضعيف، النصر في الهجوم وحده. أعطهم إشارة الهجوم ولنكتسحهم كالإعصار. ما هذا؟ إنه جرجة، جرجة يتقدم باتجاه. دعنا نرى هذه المبارزة. خالد يا ابن الوليد اخرج إلي. الحمد لله، إن المعركة ستبدأ بي. بشارة نصر إذن، لكن أحذر من أن يكون هناك مكيدة. الرجل وحيد، ولكن إن لاحظت أن هناك مكيدة تصرف. رعاك الله يا خالد. أصدقني القول يا خالد، أصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع مسترسل. بالله، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء وأعطاكه فلا تسله على قوم إلا وتهزمهم؟ إن الله عز وجل قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فينا، دعانا فنفرنا عنه ونأينا جميعا، وإن بعضا منا باعده وكذبه، وكنت في من كذبه وباعده وقتله. ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فاتبعناه، فقال: أنت يا خالد سيفا من سيوف الله سله على المشركين، فسميت سيف الله، وإني من أشد المسلمين على المشركين. صدقتني خالد، إلى ما تدعو؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن لم يجبكم؟ فالجزية إذا. وأن لم يعطها؟ نؤذنه بحرب ثم نقاتله. فما منزلة الذي يجيبكم إلى هذا الأمر ويدخل فيكم اليوم؟ منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا، أولنا وآخرنا. تعني هل لمن دخل فيكم اليوم له نفس ما لكم من الأجر والذخر؟ نعم، وأفضل. وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ إنما دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى وسمع أن يسلم ويبايع. وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا، فمن دخل منكم في هذا الأمر كان أفضل منا. والرب لقد صدقتني ولم تخادعني يا ابن الوليد. والله لقد صدقتك، وما بي إليك ولا إلى أحد منك حاجة، وإن الله لولي ما سألت عنه. صدقتني يا خالد، علمني الإسلام. هلم معي أعلمك الإسلام، وأهلا ومرحبا بك أخا عزيزا في الإسلام. الله أكبر! ما هذا؟ ماذا أرى؟ ألم أقل لك إن قلبه ضعيف؟ لقد استسلم لخالد. اللعنة عليك يا جرجة، اللعنة عليك. لماذا فعلت ذلك؟ لأنه جبان، جبان يهاب الموت، فلنهجم عليهم نقتله ونقتلهم. ها هم يطلبون المبارزة، ابعث إليهم من يبارز. أمرك. من المبارز؟ من المناجز؟ جئتك أيها البدوي الجل. أبدي
جئت إلى حذفك بقدميك. Come on.